رمضان سالم عمر أبو الروس، أسكن في بيت شعبي، مش قادر على العمل أساعد، يعني إنسان مريض أنا، ثلاسيميا عندي وعندي قصف في الرجل وعندي حنين في العمود الفقري. الحمامات مفتحة، لا باب لا شباك لا أي حاجة، تعلموا يتحمموا ولدي بصقعوا يعني. ما فيش بلاط ممدود الأرضية، رمل تراب، في الشتاء بنتبهدل في الرياح والمطر. يعني بصير يصقعوا الأولاد ويحطوا هذا ويقولوا صقعانين. نشكر أهل الخير اللي ساعدونا في بيت منزل كان صعب، فساعدونا والحمد لله، يعني صرنا الحين بيت يعني كويسة صحي ومعيشة كويسة صرنا يعني. عاون وكل الخير مفتاحا، أطلق يديك هدى وإصلاحا. عاون وكل الخير مفتاحا، أطلق يديك هدى وإصلاحا. عاون أخاك وكله بين الورى نعم المعين، وارسم بجودك بسمة تمحو بها مر الأنين. عاون أخاك وكله بين الورى نعم المعين.